النبي عليه الصلاة والسلام راح له واحد يجاهد معاه، قال له ماما موجودة؟ قال له اه موجودة. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها. الله، اللي هو احنا بنقولها قاعدة ايه، الجنة تحت أقدام الأمهات. واحد راح له مرة أذنبت يا رسول الله، قال له مامتك موجودة؟ أمك عايشة؟ قال له ماتت. قال له طب خالتك موجودة؟ قال نعم. قال فبرها. يعني كأنه البر يمسح ذنوبه. ماما موجودة؟ خير وبركة. الخالة بمنزلة يعني الأم، اشحت لك أم حتى عشان يبقى سبب في المغفرة.